بكم مشاهدينا في قناة شروق في كل مكان، أرحب بكم في لقاء خاص جديد متجدد، وكل عام وأنتم بخير. 2020 نتمنى أن يكون عام سلام مستدام ومحبة واستقرار. أرحب في الاستوديو بالأستاذة إبراهيم شيخ الغيادي بإعلان الحرية والتغيير، والناطق الرسمي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. أستاذ إبراهيم مرحب بك وكل عام وأنت بخير. أهلا مرحب أستاذ مشاعر، وسعيد جدا أن أكون في قناة الشروق بعد غيبة طويلة جدا، وأنتهز هذه السانحة برضو لإرسال التهنئة لكل شعبنا في كل مكان بأعياد الاستغلال المجيد ورأس السنة وأعياد الثورة أيضا. كل المناسبات الآن تحتشد في العام الجديد، نتمناه عاما طيبا مباركا وسلاما مستداما يعم كل أرجاء البلد. مرحب بك مجددا، ونترحم على أرواح شهداء طائرة الجنينة تقبلهم الله. أيوة حقيقة أحزننا جدا الأحداث التي وقعت بالجنينة من يومين، والتي راح تحيتها أكثر من 40 شهيدا ومئات الجرحى، ونتمنى أن يعم الاستقرار كل ربوع دارفور وكل المناطق المتأثرة بالحرب، وكذلك منطقة الشرق. نتمنى برضو أن القلق الذي وقعناه من قبل مع زعماء القبائل هناك أن يستمر، وأن تحقن كل الدماء في كل أرجاء السودان، وتحية المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار الذين تساقطوا في مشوار الثورة الطويل، وفي دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة وفي الشرق. تقبلهم الله شهداء، نعزي أسرهم وأزويهم عزاء حار. أستاذ إبراهيم، أنتقل بك إلى عودتك المفاجئة من جوبا وما صحبها من تصريحات ساخنة. ما الأسباب وما المغزى وما الدلائل؟ معلوم أنه طبعا المفاوضات المتعلقة بالسلام انطلقت من وقت باكر التزاما بالوثيقة الدستورية اللي حددت أجال محددة برضو لعملية السلام ما تتجاوز 6 شهور. وافتكر انه كل الأطراف المختلفة سعت منذ يعني التوقيع على الوثيقة الدستورية لتحقيق السلام، واحنا في قوى الحرية والتغيير برضو بدورنا سعينا والتقينا الإخوة في قوى الكفاح المسلح في أديس أبابا، وبعد مداولات وحوار عميق جدا استطعنا أن نصل معهم لوثيقة السلام. تم إدراجها في الباب 15 في الوثيقة الدستورية، ثم شكل مجلس الأعلى للسلام اللي هو كونه مجلس السيادة، شكل وفد للتفاوض وغادر إلى جوبا. هناك التقى برضه بالمجموعات الحاملة للسلاح المختلفة، وأبرم معاها برضه عدة اتفاقات ابتداء من على جوبا، ثم وقف العدائيات، ثم الاتفاق السياسي. وكل الاتفاقات برضه أبرمت التزامات واتفاقات محددة، من ضمنها خلق المسارات المختلفة للسلام مع الجبهة الثورية اللي هو المسارات المدنية غير المناطق المتأثرة بالحرب زي الشمال زي الوسط زي الشريك. وكذلك تم إبرام اتفاق سلام مع حركة الحلو، الحركة الشعبية قطاع الشمال الحلو، وقف العدائيات، والناس برضو مضت في التفاوض معه لحد ما التفاوض اصطدم بالمسألة بتاعت العملية التقرير من الجولة الأولى. احنا في الجولة الأولى في الحقيقة ما كنا موجودين في
التفاوض الاول اللي بموجبه ابرمت هذه الاتفاقات والحريه التغيير ما كانت حاضره، ويمكن في اول لقاء ثلاثي بين مجلس الوزراء والسيادي والحريه والتغيير احنا نبهنا لقياب الحريه والتغيير من ملف التفاوض من العمليه بتاعت السلام كلها، وقلنا لابد انه يستصحبوا الحريه والتغيير في العمليه دي باعتبارنا هي الحاضنه السياسيه لكل هذه المكونات المختلفه، واعتبار انه برضه هي معنية بأمر السلام، ومن بدري جدا الشعارات اللي تمددت في الشوارع وفي المواكب وفي التظاهرات المختلفة كانت برضه بتتكلم عن ضرورة تحقيق السلام، والشعار المركزي نفسه الشعار المركزي الأساسي ده اللي هو حرية سلام وعدالة هو طوالي كان برضه يعني يدعو للسلام، بالتالي كان الحرية والتغيير لا تكون يعني حاضرة في المشهد بتاع السلام كله كده، وقد كان يعني طرفين مجلس الوزراء ومجلس السيادة أقروا أنه في ضرورة أنه الحرية والتغيير تكون طرف، وطلبوا منا أن تسمي برضو مناديب وتحدد لها 11 ممثل، 5 مفاوضين و5 خبراء و1 استشاري عشان يكونوا في العملية بتاعت السلام. والمجموعة الأولى مننا برضو لما جات الجولة اللي هو بعد ما السلام توقف لمدة شهر، لما جات الجولة الأخيرة بعد الترتيبات اللي سبقتها كلها من ورش وإعداد وإحنا في قول الحرية والتغيير عندنا لجنة للسلام والمجلس السيادة عنده لجنة ومجلس الوزراء برضو عكف على عدة ورش من خلال المفوضية بتاعت السلام، بالتالي باتت الأطراف كلها كانت مستعدة لل انتقال لجوبا والمشاركة في الجولة الثالثة للسلام. حقيقة يعني لما مشينا هناك ابتداء التقينا الوسيط اللي هو ممثل جنوب السودان جوبا، واستمعنا منه برضو لتقرير ضعفي في الفترة اللي اتقطعت فيها المفاوضات دي، علمنا منه انه الاخوة في حركات الكفاح المسلح في دارفور ما كانوا جاهزين بعد، وهم عندهم ورشة منعقدة في تشاد عشان ترتب أوضاعهم وعشان يصلوا لورقة أو رؤية متعلقة بموقفهم التفاوضي وكذلك المجموعات الأخرى. ومن وقت باكر يعني قبل ما نتحرك في الاجتماع الثلاثي ده نفسه جاءت رسالة من الإخوة في الجبهة الثورية للمجلس الأعلى للسلام، هم قالوا ما عايزين قوى الحرية والتغيير تبقى طرف في مفاوضات السلام. والكلام ده طبعا أبلغكم المجلس الأعلى للسلام مباشرة؟ نعم، في الجلسة اللي احنا ذاتنا يعني في الجلسة الأخيرة وكانت برضه بصدد ترتيبات السلام والترتيب بتاع الوفود، وكان قبل 48 ساعة من سفرنا لجوبا كده انه جاتهم رسالة، ولكن المجموعة كلها اللي هو المجلس الأعلى للسلام زائد مجلس الوزراء زائد الحرية والتغيير اللي كان في اجتماع مشترك برضو في القصر كلهم قالوا والله ده الوفد الحكومي ودي المكونات بتاعته، والوفد ده يعني لقابل للمساومة لقابل لانه ايها ترفضه او تقبله كده، في النهاية هو ده الوفد وما من حق اي طرف اخر، يعني رغم انه كلنا افتكر ان انا يعني ما قاعدين ننظر حتى الاخوة في الكفاح المسلح كطرف اخر، لكن افتكر انه يعني برضو بما انه نحن نتفاوض الان طرفين وكده بالتالي هم ما عندهم الحق انه يقبلوا او يرفضوا التركيبه بتاعت الوفد الحكومي. مع العلم الاخوه ذاتهم زي ما قلت لك في الجبهه الثوريه هم ذاتهم برضو واحد من مكونات الحريه والتغيير يعني، والان في هياكل الحريه والتغيير هم خصص لهم يعني مقاعد وهم كتله اساسيه وكانوا اصلا ضمن الكتله بتاعت نداء السودان، وبالتالي احنا اصلا شركاء وحلفاء من وقت باكر جدا، وبالتالي حتى القضية بتاعت السلام المحاور المختلفة بتاعتها نحن متفقين حولها، لكن زي ما قلت لك كان في خلفية للكلام ده كله، هم عندهم خلفية من أديس أبابا مرورا بالقاهرة والعين السخنة لحد ما تم إدراج الوثيقة بتاعت السلام اللي احنا جينا بها من أديس أبابا، وحالة الشد والجذب اللازمة إدراج الوثيقة نفسها هم بقى عندهم يعني قطيعة نفسية مع الحرية والتغيير، وافتكر انه الحرية والتغيير ما استطاعت ان تتعاطى مع القضيه بتاعت السلام بالشكل المطلوب او وفقا لرغباتهم هم نفسهم وتصوراتهم هم للعمليه بتاعت السلام، يعني خلاف مدارس وجهات نظر اكثر من انه خلاف موضوعي ومنطقي، او الحريه والتغيير كانت يعني
عندها قصور. بالعكس انا بقول ثاني وثالث انه حريه التغيير كانت ملتزمه جدا بالعمليه على السلام، مشت هناك وادرجت الوثيقه الدستوريه. حتى لما جينا رجعنا معاهم هذه الوثيقه الدستوريه بتاعت السلام قلنا لهم شنو سقط منها وشنو بيخلي الناس تزعل، ما افتكر انه كانت قدمت يعني اي حاجه، ما في حاجه سليمة. واضحه. لكن خلينا نصل جوبا ونقول احنا بعد ما وصلنا جوبا ولاقينا الوسيط ولا تم التنوير وعرفنا برضه انه حتى موقف إن الاخرين ده لانه هم برضه رافضين والحريه التغيير تبقى ضمن الوفد. والمساله دي برضه في اكثر من جلسه لما بدات المفاوضات نفسها مع الجبهه الثوريه، اول مره لما كان اللقاء اصلا متعلق باللوائح والقوانين المنظمه لعمليه التفاوض في الجوله الثالثه او مراجعه الاتفاقات السابقه المتعلقه بالمسارات المتعلقة إلى أي مدى برضو الأطراف المختلفة أوفت بالمستحقات وأوفت بالاتفاقات السابقة. هم طوالي من الجلسة الأولى دي هم اعترضوا على وجودنا داخل الجلسة بتاع التفاوض، وقالوا هم ما بيبلغوا الحرية والتغيير، ولو قبلوها لابد أنها تجلس في المقاعد الخلفية وما يكون عندها يعني أي مساهمة أو مشاركة في التفاوض اللي هو معني به المجموعة اللي بتجلس في مقدمة الصورة الرسمية القاعة كده. ايوه يعني هم قالوا يعني طلبوا بشكل رسمي كده. وفي الحقيقة رغم انه المجلس الاعلى للسلام هو اعلى يعني سلطة وهيئة اللي هي فيها برئاسة البرهان ونيابة حمدوك، هي قررت قالت ده الوفد الحكومي وما قابل المراجعة وكان في التزام به. ولكن افتكر انه عشان تفهم الاسباب اللي استدعت برضه العودة بتاعتي انا افتكر انه الرئيس بتاع التفاوض واخرين برضو في الوفد الحكومي انا افتكر انه ما كانوا على ذات الدرجه من الالتزام بما تم التواصل عليه داخل القصر من خلال الاجتماع الثلاثي ومن داخل القاعات بتاعت التفاوض. هم كان لهم رغبه برضو يستجيبوا لرغبه الاخوه في الجبهه الثوريه ويدفعوا بين ايزر للمقاعد الخلفيه او خارج القاعات. واحنا طبعا رفضنا الموقف، لكن بعد ده كله برضه استمرينا مع العلم، احنا استمرينا في الحضور وهم استمروا في الرفض. والمساله كانت الاكبر والاهم برضه المسار بتاع الشرق نفسه، يعني المسارات الثلاثه دي اللي هي المسارات اللي احنا بنسميها المدنيه، المناطق ما فيها نزاع ولا فيها احتراب ولا فيها يعني ما يستدعي اصلا ابرام اتفاق سلام. الشرق مثلا هاي، لكن انا داير اركز على الشرق طبعا يعني نحن وحريه التغيير اصلا ابتداء ما رفضنا هذه المسارات، رغم انه في داخل الاجتماعات بتاعت الحريه والتغيير وسيرت هذه المسارات وتم يعني بعض التحفظ عليها، لكن القرار النهائي بتاعها كانت انه يتم التعامل معها وللسماع للمجموعات المختلفة رغم الإقرار ورغم التثبيت أن هذه المجموعات لا تعبر عن الاتجاهات المختلفة اللي وردت أو هذه المسارات اللي وردت ضمن الإعلان جوبا. يعني التمهاج ما مفهوم هو كيف ممثل لمسار الوسط، محمد داود من جهة أخرى ما مفهوم برضه هو كيف ممثل لل الشمال يعني أسامة سعيد وغيره ما مفهوم برضه هو كيف صار يعني ممثلا لكل الشرق ومتجاوزا كل المكونات الاخرى والناشطين الاخرين والاحزاب السياسيه والقوى الحريه والتغيير وكل المجموعات الموجوده في المناطق المختلفه. الناس ما قدروا يستوعبوا او يفهموا كيف، لكن بعد كله احنا برضه قلنا نسمع لهم. لكن الحصل في الشرق هو نفسه برضه قلب المعادلة. المعلومة انه في الشرق اندلعت اشتباكات عنيفة جدا واحداث ادت الى سقوط عدد من الضحايا 9 وسقوط عدد كبير جدا من الجرحى تجاوز 40 شخص بشكل يعني مرعب وعنيف جدا. وبالتالي لما جلسنا مع رموز الشرق في بورسودان منطقة البحر الاحمر اتواسقنا معاهم على القلد ده زي هدنة للاحتراب او القتال في المنطقة والنزاعات بين القبائل وكده، وده يعني عرف اصيل في المناطق دي. بموجب القلد ده اسير المسار بتاع الشرك، والمجموعات اللي اثارت المسألة دي هي نفسها المجموعات برضو
اللي وقعت اتفاق الشرك في وقت سابق مع النظام السابق في 2006، وبفتكر هم الاتفاق الشركه السابقه دي وما نشا عنها من صناديق بتاعت اعمار وتنميه يعني بقت واقع، وبالتالي هم كانوا دارين يعرفوا مصير هذه الصناديق ومصير الامتيازات اللي استحقوها بموجب اتفاق الشرك، المصير بتاعها ايه وكده، مع خلق مسار جديد متجاوز لكل الواقع السابق ده ومتجاوز للمجموعات المختلفة، النظارات، العمد، الأحزاب، الناشطين، المجتمع المدني، المهنيين، والحرية وتغيير كل الكيانات الموجودة هناك. وضمن الاتفاق بتاع القلد فيه أكثر من بند ونص، كان برضو في اتفاق أنه يتم مراجعة المسار بتاع الشرك الجاري في جوبا، ويتم الدعوة لمؤتمر. من خلال هذا المؤتمر الناس تخاطب القضايا الأساسية اللي موجودة في الشرك. نحن كلنا مقرين ومؤمنين وعلى قناعة راسخة أنه الشرك فيه قضية، فيه تهميش، فيه أمراض مستوطنة، فيه حرمان من المشاركة في الشأن العام، في الشأن القومي، كل الحاجات دي مشاكل يعني حقيقية معترفين بالواقع ده. بالتالي الناس برضو أقرت أنه خلاص المسار في جوبا ده لابد أنه يتراجع ويخضع لمؤتمر عام تشاوري. مؤتمر عام التشاوري يحدد ممثلي الشرق ويحدد القضايا مناط البحث ولا المعالجة. ولكن برضو لما مشينا جوبا لقينا الوفد الحكومي عايز يتجاوز القلد وعايز يقفز على المعطيات دي كلها، ويقفز انه في الشرك في مشكله، وعايز يحمل المسؤوليه لاسامه سعيد ولمن داوود، وكانه الدوله دي كلها بغضه وغضيضه ومسؤوليتها الكبيره بالدستور وبالقانون وامام الناس انه تتخلى عن مسؤوليتها وتوكل هذه المهمه للشخصين، وتقول لهم انتم بتحملوا المسؤوليه، ويقولوا اي، ثم تنفض الدوله يدها من المسؤوليه وتلقي بالمسؤوليه على أسامة سعيد ولا ومجموعة من داود. فأنا أفتكر أنه الكلام ده كله ما كان أنا شخصيا مقبول بالنسبة لي، ولكن أنا يعني اخترت أنه أنا أرفض بشكل شخصي بدون ما يعني الحرية والتغيير نفسها الموجودة تكون ممثلة. وأنا يعني كنت واثق أنه الرفض ممكن أبديه أنا ممكن يعني يسلط الضوء على كل المنبر بتاع جوبا وعلى كل ما يجري في جوبا. افتكر انه لو نحن دارين سلام مستدام ووطن مستقر ونحقق يعني معالجات جذريه لكل اسباب الحرب اللي تفجرت في السودان منذ الاستغلال لحد اخر لحظه، افتكر انه المنبر بتاع جوبا ده كله وداري عاده نظر، داير وقفه متانيه عشان نرسم له خارطه جديده، عشان نتعاطى معه بشكل ملتزم ومختلف، عشان ندفع بعناصر سياسية برضه تعود التفاوض، عشان الإخوة يعني حاملية السلاح من مجموعات الكفاح المسلحة المختلفة برضه يعني الناس برضه يتخاطوا معاه بشكل مسؤول ويخلوا القضايا كلها تبقى حاضر. يعني ما في سبب أصلا موضوعي يستدعي أنك أنت ترفض حتى قوى الحرية والتغيير اللي تحملت برضه عبء التغيير واطلعت بمهام جسيمة جدا وقدمت تضحيات كبيرة جدا، يعني السخرية منها ولا مطالبة الأطراف أو الوفد الحكومي إنه والله يا أخي قاعدوا في المقاعد ورا، والقضية مش والله يا أخي يعني المقاعد القدام أصلا تضيف للحرية شيء ولا المقاعد الخلفية تنتقص منها شيء، لكن أفتكر إنه كان المسألة مقصودة إنك داير تزيل قوى الحرية والتغيير، داير تقلل من دورها، عايز يعني تنال منها بشكل أو بآخر أو تعاقبها على تعاقبها على حاجه انت بتفكر انها هي ارتكبتها في حق المجموعات دي، وهي سنطرو يعني ما كان في حاجه قوى الحريه وتغيير مارستها ضد المجموعات دي وكذا الاخرى وكذا. بالتالي انا افتكر انه الوضع كله كان معيب، وبالتالي ما كان ممكن انا شخصيا استمر في المساله دي. انا افتكر انه الاستيحاب بتاعي هو من شانه زي ما انا قلتها قبل شويه يلقي الضوء على البؤره بتاعت جوبا دي كلها وما يجري فيها، وبالتالي بيبقى الناس كلها محتاجة فيه لوقفة ومعالجات عشان نحقق السلام المستدام والعادل والمخاطب للقضايا واللي بيعني أهل المصلحة الحقيقيين في المناطق المختلفة المتأثرة بالحرب. يعني انسحابك ورجوعك هو بسبب إحساسك بانحياز الوفد الحكومي للطرف الآخر؟
انا ما بتكلم عن تحيزات، انا ما بتكلم عن تحيزات، لكن انا بتكلم عن اداره الملف بتاع السلام كله. انا افتكر انه الاداره بتاعت الملف كله، ما زي ما قلت لك، هسه كانت متجاوزه لاعتبارات اساسيه متعلقه بالسلام. زمين حكايه المسارات دي، افتكر انها ذاتها يعني فيها استنزاف للجهود والطاقات اكثر من انها يعني عمل حقيقي نحو السلام وكده. ما لو دارين نتكلم عن الوسط، ولا دارين نتكلم عن الشرق، ولا دارين نتكلم عن الشمال، انا افتكر انه هذه كلها مناطق يعني نستطيع ان نعالج قضاياها من خلال المؤتمر الدستوري، من خلال مؤتمر عام للقضايا القوميه دي كلها. وبالتالي اصلا دي يعني المناطق دي كلها لو دارين نتكلم اصلا قضايا التنميه، يعني ما متوازنه في كل البلد. ولكن حتى الكلام ده نفسه، لو نحن دارين حتى الوسط ده نفسه نخضعه المعايير بتاعت التنمية قياسا بأقاليم السودان الثانية المختلفة، بنلقى انه الوسط يعني الوسط ده ما عنده مشاكل ترتقي لمشاكل جبال النوبة ولا النيل الأزرق ولا غرب كردفان ولا حتى شمال كردفان ولا حتى الشمالية نفسها. يعني أنا أفتكر انه هو واحد من الأقاليم اللي لقت حصة معقولة جدا من التنمية منذ الاستغلال لحد 2019، انتهى في 31 سبتمبر، هم لقوا يعني نصيب مقدر جدا من التنمية ومن الميزانيات المختلفة بحكم المشروعات الضخمة الكبيرة الموجودة، مشروع الجزيرة وغيره، رهد، زاد الخير، مشاريع النيل الأبيض للسكر، مشاريع النيل الأبيض للزراعة، كل المشروعات الكبيرة دي كانت موجودة هناك، كنانة غيره غيره، كلها كانت موجودة في الإقليم الأوسط. بتكلم عنه التمهج ده اللي هو النيل الأبيض والجزيرة، وهو بيتكلم حتى عن خرطوم نفسها يعني انه ده اقليم اوسط وكده. بالتالي انا افتكر انه يعني المزايدات الكثيره ذاتها في المسارات دي هي، انا ممكن اقول هي ضاره بالعمليه بتاع السلام. وانا افتكر انها هي ذاتها يعني صنعت على هذا النحو بتفكير رغائبي وتفكير بتاع قسمة الكيك أكثر منه مخاطبة القضايا الجوهرية الأساسية حقيقية اللي أفرزت الحرب. إحنا معنيين بقضايا الحرب، لما نتكلم عن السلام نتكلم عن حرب حقيقه في مناطق زي الشرق. انا افتكر انها هي عندها قضيه عادله، وانا ما محتاج لحد ما يحدث فيها احتراب عشان اقوم اصطد عليها بدعوه للسلام. انا افتكر انه فيها بؤر بتاعت نزاع وصراع انا محتاج اطفيها قبل ما تشتعل نيران وكده. لكن الوسط الشمال هنا افتكر انه يعني مجموعات كلها مستنيره تستطيع ان تجلس مع الاخرين، مع حكومه السودان، تطالب التنميه. بفتكر ان هسي الميزانيه الراهنه دي بدون ما يكون في اي اصوات حتى ترتفع مطالب التنميه، هي الان عندها الوعي الكافي اللي عايزه تحقق تنميه متوازنه في التعليم، في الصحه، في البنيات الاساسيه، والمسائل ماشيه على هذا النحو. يعني كل ميزانيه واخرى ممكن تعالج التنميه بشكل اكبر، كل مره ممكن نخصص موارد اكبر للقضيه بتاعت التنميه، وبالتالي ننهض بالتنميه ونخلي غريب السودان كلها في النهايه متساويه. لكن اسي انا في الوقت الراهن يعني انا محتاج لتنميه متوازنه. اول حاجه نميز المناطق اللي ظلمت تاريخيا، لكن لو يجي اقليم الوسط ذاته والزول المنتمي حتى للوسط ده اللي هو التمهج ده في ورقته يقول والله انا داير 50% من الموارد دي للاقليم الاوسط، طيب انت منتمي الان لمجموعات الهامش وانت الصوت الاعلى فيها، تجي في الحتة اللي فيها موارد وهذه الموارد يمكن أن تذهب لغريم السودان المختلفة ويمكن أن تعالج قضايا الهامش ويمكن أن تحدث التمييز الإيجابي، تجي أنت نفسك تقول والله أنا داير 50% من الموارد للمنطقة دي اللي أصلا هي ما قاعد تشكي زي ما النيل الأزرق ولا جبال النوبة ولا دارفور نفسها وكذا. بالتالي أنا أفتكر أنه ما هو الأزمة ذات أزمة النخب هذه ده شكلها كده، الواحد تلقاه بيتصدر القضية لما نتجي المحكات الأساسية بتلقاه هو نفسه اول من يبيع القضايا واول من يخون الشعارات نفسه هو اللي قاعد يدافع عنها وكده. في السياق ده نقدر نفهم الكثير من ازمات البلد اللي هم يعني في منتهى هي ازمه النخب اللي تعاقب على حكم السودان. تلقى طرف ولا زول بيكلمك عن الحريات ويقول لك انا صنعت اكتوبر، ثم هو نفسه يجي يعمل ليك انقلاب وهو نفسه يفتح بيوت الاشباح وهو نفسه يعذب الناس وهو نفسه يغتصب الناس وهو نفسه ينتهك الناس، هو نفسه لا يتورع عن قتل الملايين عشان يحكم ويستمر، وهو نفسه فتح السجون والمعتقلات لكل الناس يعني. وهكذا يعني النماذج دي في تاريخ السودان متكرره كثير جدا، كل ما زول كان برا في المعارضه ولا في الهواء الطلق يستطيع ان يطلق الشعارات ويدعي البطولات، ثم لما نجي المحك
طوال اكتشف الزيف بتاعه. أستاذ إبراهيم، ما ينادي به عبد العزيز الحلو من علمانية الدولة وتغرير المصير؟ أنا أفتكر هي يعني مسألة علاقة الدين بالدولة والعلمانية وتغرير المصير، عندنا تجربة في جنوب السودان وما انتهت إليه من تقسيم البلد. الآن رفع الدعوة للعلمانية من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الحلو، أفتكر إنها هي عندها أسباب الموضوعية التاريخية نتاج الاستغلال السيء جدا لنظام البشير اللي حكم باسم الدين وبدعوى انه دار يقيم الشريعة ودار يكون نظام رسالي وكده، وفي النهاية فارق كل الغيان دي ومارس ابشع الانتهاكات في المناطق دي. دي مناطق طبعا عانت من ويلات الحرب، وشفنا يعني طائرات الانتينوف ما كانت لا تميز بين الاطفال ولا النساء ولا اي جهة من الجهات، كانت بتضرب بشكل اعمى وباطش جدا. وشفنا برضو ادائهم في الوظائف المختلفة، في مواطن درجة اولى ومواطن درجة ثانية ومواطن عربي ومواطن زرقاء ومواطن اسود ومواطن ابيض وهكذا. يعني التمييز العنصر ده تم باسم الدين نفسه، خلت المجموعات دي يعني تقول عايزة انه احنا نفصل ما بين الدين والسياسة. وانا افتكر انه يعني حتى هو ده مطلب مشروع، يعني في النهاية انا افتكر انه الدين ده قيمته الاساسية هو يتنزل في المجتمع، وما دام هذه العلمانية او فصل الدين عن السياسة لا يقيم حجرا على الدين ولا يصادر حق المجتمع في ممارسة شعائره وعباداته، وتبقى المساجد مفاتحة وتبقى الزكاة برضو موزعة بين الناس بالعدل، ويبقى كل الشعائر مكفولة ومتاحة للناس، انا افتكر انه دي قيمة الدولة العلمانية. الدولة العلمانية لا تتعدى على حقوق المواطن، لا حقوقه الدينية والحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية ولا أي حق من الحقوق مكفول. وبالتالي في قسم من فترة قريبة من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الحاج نفسه قاعد يتكلم عن إنه والله ما حققته لو دولة علمانية في ألمانيا لم تحقق، ولو دولة الإسلام بقيادة البشير وبقيادته هو نفسه عجزة أنها تحقق المعاني لسنك القيمة اللي كلمتك قلت لك ممكن تحقيق الدولة العلمانية. طبعا الأفراد البشر دي خطاءة، وبسبب أخطاء الكبيرة دي نفسها هي قاعدة تسيء للدين وقاعدة تشوه الصورة بتاعته وقاعدة تنزله بشكل شائه وقبيح، ثم يسحب الأمر ده على أمر الدين. وأنا أفتكر أنه ده الخطر الكبير ده على الدين، إنك أنت تجي وتتلبس لبوس الدين وتدعي قيم الدين وتتزيى بأزياء الدين، ثم تحمل مذبحة ولحية وهكذا وتقول أنك عايز تقيم الدين، في النهاية تكون أنت منفارق جدا لقيم الدين، وده الخطر الأكبر على الدين. أفتكر أنه ما دامت هذه العلمانية ولا فصل الدين عن الدولة يكفل ممارسة الشعائر والعبادات والحريات كاملة، أفتكر أنه ده مناخ صالح جدا أنه الدين يتمدد سلميا وينتشر وسط الناس، والناس يرفوه يعني حاجة جميلة جدا ويعتنقوه ويمشوا وراه كده. فأنا أفتكر أنه المطالبة هي مطالبة مشروعة ودائرة وقفة مع النفس، يعني بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن المتاجرة بالدين، بعيدا عن الخوف على الدين. الدين ذاته لو رب يحميه، يعني لا ما يعني من يوم النزل ربنا قال ما عليه خوف، بالتالي ما في ذول الداعي اصلا انه هو خايف على الدين ولا مشفق على الدين ولا كده. الدين ده يعني ما قبل ما يجي نظام الانغاز ده من 30 سنه كان الدين بخير والنفوس كانت بخير وقيم الدين ذاتها كانت منتشره بين الناس، والشعب السوداني ده اللي هو اكتسب غالب قيمه دي برضه من غياب الدين كان يعني شيء شعب خير وطيب والسمح وجميل، وحياته كلها كانت غير بعد 30 سنه. افتكر انه اكبر تشويه تم للوجدان السوداني هو التجربه بتاعت الانغاز دي اللي جات باسم الدين وباسم الاسلام، في النهايه هي زي ما قلت لك كانت فارقه للدين وفارقه للاسلام وفارقه لكل قيمه واخلاق. مشاهدينا الاعزاء، لازم نتواصل وإياكم مع الاستاذ ابراهيم الشيخ القيادي لاعلان غور الحريه والتغيير، فاصل ونواصل. We'll be right back.
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. لازلنا مع الأستاذ إبراهيم الشيخ القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير، الناطق الرسمي للمجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير. أستاذ إبراهيم، عايز أختم معاك ملف جوبا وملف السلام. هل تتوقع بما يحدث في جوبا الآن، تتوقع اتفاق سلام قريب، توقيع نهائي؟ والله أنا شايف يعني الآن تم إبرام اتفاق سلام مع تيار وسط، خلينا نقول اتفاق بعيدا عن اتفاق سلام دي، يعني نقول اتفاق. لا مقتنع به ولا شنو؟ يعني لا أستطيع أن أسميه اتفاق سلام، يعني زي ما قلت لك ما هي منطقة أصلا. هو السلام ده مع مراحل؟ لا مش مراحل، لكن ما يعني بيعني انه في نزاع وفي اضطراب وفي احتراب وفي كميه من الحاجات اللي بتخلي في النهايه الناس تزعل عشان تحقق السلام، لكن خلينا نقول انه في اتفاق او التزام من حكومه السودان انها تعمل المعالجات اللازمه في الاقليم الاسود، يعني في التزام تجاه الناس في المنطقه دي، قد النظر عن من يمثلهم، لكن في النهايه قدر الحكومه انها دائما تتصدى لقضايا مواطنين وتعالج الاشكالات المختلفه وكده. فخلينا نقول بالفهم ده الان ابرم ثمة اتفاق هناك. كذلك الاخوه في الحركه الشعبيه بقياده الاخ مالك عقار وياسر عرمان قدمت برضها اتفاق اطاري واسع، والان بيتم تدارسه وبحثه. وافتكر انه يعني انا جلست مع الاخ مالك والاخ ياسر وحضرت برضو اكثر من جلسه معاهم وكده، فانا افتكر ان هم راغبين تماما برضو في عمليه السلام والانتقال الى حزب سياسي بشكل عاجل، ما دام القضايا بتاعتهم المطروحه في اروقه التفاوض تم الاستجابه لها. وافتكر انه ما حيكون في تعقيدات كثيره في المسار ده بالتحديد، وقريبا جدا ممكن نسمع انه في اتفاق سلام ابرم حقيقه دي واحده من مناطق النزاع. بس انا دا اقول الاشكال الحقيقي المواجه المسار ده اللي هو مسار المنطقتين فوقه الان مجموعتين بيتحدثوا باسمه، اللي هو مجموعه الاخ الاستاذ مالك عقار والاخ الاستاذ عبد العزيز الحلو، كلاهما يعني يعملان في ذات المسار اللي هو جبال النوبة والنيل الأزرق، وأفتكر أنه ده من شأنه أن يعقد الموقف، لأنه في ترتيبات كثيرة في النهاية لابد أن يكون هناك طرف مسؤول من إنفاذه وطرف أنت برضك بتلتزم معه، ولما نبقوا طرفين أنا أفتكر أنه ده من شأنه أنه يحدث بعد الربكة. يعني انا بتمنى والله بشكل صادق وامين وملتزم انه الطرفين ديل الاخ مالك والاخ عبد العزيز الحلو وعمار موم وياسر عرمان يجلسوا على الارض وبالروح اللي سادت بيناتهم سنين عددا من ايام الحركه الشعبيه بقياده الراحل جون جرانج. انا افتكر ان هم اشتغلوا سوا وعملوا سوا وكان عندهم هم واحد وكانوا يتقاسموا اللقمه والفكره، بالتالي هم الان محتاجين برضهم يقتربوا من بعض اكثر ويوحدوا صفوفهم عشان المواطن في المنطقه دي. افتكر انه لما هم يتنازعوا بيناتهم في النهايه المواطن في المنطقه دي كان في النيل الازرق ولا في جبال النوبه هيعاني بسبب ذلك، وبالتالي انا بتمنى ان هم يصلوا للتوافق واتفاق ووحده بيناتهم، يعني تقوم برضو تعالج لنا الاشكال الناشب في المنطقتين وفي المسار ده بالتحديد. يعني الاخوه في دارفور مني اركم الناوي والدكتور جبريل وطاهر حجر ودكتور الهادي ادريس برضو افتكر انه عندهم قضايا حقيقيه في المناطق دي. دارفور برضو من المناطق اللي عانت كثيرا جدا من الحرب، هم برضو الآن قدموا اتفاق إطاري شامل وبرضو ركزوا على
اجراءات بناء الصيغه ومخاطبه القضايا الجوهريه، اوردوا كل القضايا اللي بتفكر انه داير لها معالجات، قضايا بافق قومي بافق الولائي او المنطقه بتاعت دافور كلها وكده. والان برضه افتكر انه الوفد الحكومي بيدرس المنطقه دي، واحنا في قوى الحريه والتغيير برضه يعني برضه انا مهتمين جدا بالملفات بتاعت السلام دي كلها. والان بنعيد في الوفد بتاعنا برضه بالشكل اللي خلينا ممثلين بال 11 شخص تم تحديدهم لنا في من المجلس الاعلى للسلام، ودارين نسهم بقدر كبير جدا في المسارات دي كلها. وكان في برضه في بعض الاخطاء مصاحبها برضه نصححها. بيبقى عندنا الملف بتاع الاخ عبد العزيز الحلو، وافتكر انه برضه القضايا بتاعته دايره الناس برضه تعاطوا معاها بالجديه اللازمه ويرتقوا لمستوى المسؤوليه فيها. وفي النهايه نحن بنفتكر انه بيهمنا اننا نحقق دوله المواطنه، بيهمنا مصير بلدنا بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن الاتجار بالدين، بعيدا عن يعني التشويش، بعيدا عن الابتزاز التاريخي اللي حصل في القضيه بتاعت الدين والدولة. افتكر انه لابد انه الان نتصدى للكلام ده كله بالمسؤولية اللازمة عشان نفكفك الاضطراب الراهن في المشهد ده كله، عشان نصل لسلام عادل، وعشان كلنا بعد ذاك ننصرف لامن بلدنا. افتكر احنا كلنا الان لازم ندرك بشكل جيد احنا امام فرصة تاريخية متاحة لنا كلنا، القوى المطلعة للتغيير من الاستقلال لحد الان. الكورة الان هم في ملعبهم، التحدي بين ايديهم، وافتكر انه هم محتاجين يلتقطوا هذا القفاز ويشرعوا فورا في المعالجات اللازمه في تحقيق السلام، عشان الناس كلها تجي للداخل وتبني بلدها بالطريقه اللي كانت مطلع عليها منذ الاستقلال وحتى الان. لانه الصراع بيناتنا، الاحتراب بيناتنا، النزاع بيناتنا، اي طرف افتكر انه هو دار يقصد الطرف الاخر، ولا اي طرف برضه بتهافت ولا مشفق وداير ياخذ اكبر نصيب من الكيك. افتكر انه الكلام ده كله ضار بالمسار بتاع السلام، ضار بالبلد. احنا امام تحديات كبيره جدا دايرين نلتفت ليها، بدل ما تاخذنا الشجون الصغرى والاهتمامات الصغيره، خلينا يعني ننجز الملف بتاع السلام ده في فتره وجيزه جدا، ونعود كلنا لداخل بلدنا وكل في مجاله ومكانه يشرع في البناء اللي بيتطلبه الوطن، عشان نضمن ديمقراطية مستدامة، وعشان نضمن سلام مستدام، وعشان نعبر ببلدنا للأحلام اللي احنا عايزين عليها. نتمنى أن تتوافق جميع الأطراف من أجل الاتفاق والوصول لسلام دائم. أستاذ إبراهيم، أنتقل بك إلى تصريحات الدقير الأخيرة التي قال فيها إن الحكومة لا ترقى لتضحيات الثوار، ألستم جزء من الحكومة؟ حقيقي يعني احنا جزء من الحكومه، والدقير لانه اشواقه كبيره واحلامه كبيره واماله كبيره جدا في الثوره وحبه للشعب السوداني، ومفتكر انه بيتمنى له يعني كل الخير، ويتمنى له انه الناس تنجز على قدر حجم التضحيات اللي قدمها الشباب في الشوارع من شهداء ومن جرحى ومن مفقودين. افتكر انه من الباب ده الدقير يعني يقيس ما يتم على ارض الواقع بالاشواق والاحلام الكبيره، وبيلقى المسافه الواسعه دي ما بين الاثنين، بالتالي بيكون كلامه ماشي في السياق ده. يعني فانا افتكر انه كلام الدقير لازم يتفهم في السياق ده، انه احنا الشعب ده بيستحق ان نقدم له افضل ما عندنا، نكرس وقتنا وجهدنا ونشتغل مش 24 ساعه، نشتغل الوقت كله عشان احنا نقدر ننجز المطلوبات بتاعت الثوره ونحقق مقاصد الكليه وامال الناس واحلامها. لكن احنا بنفتكر انه اي صحيح انه الميراث صعب، التعقيدات كثيره، الدوله العميقه شقاله، البنيات بتاعت الدوله محطمه كلها، الموارد ما متاحه وما متوفره، في معاناه كبيره جدا انك تحقق الحاجه المنشوده. لكن برضو اين توجد الدوله العميقه؟ نستطيع أن نصنع إحنا واقع أفضل بما هو متاح الآن لنا. أين توجد الدولة العميقة؟ الدولة العميقة موجودة، موجودة في أي مكان. من قبل قلت والله لو رفعت حجرا لوجدت فيه يعني الدولة تحت طوالي الدولة العميقة. الدولة العميقة موجودة في الشرطة، الدولة العميقة موجودة في الأجهزة الأمنية، الدولة موجودة في الخدمة المدنية، موجودة في كل مكان. يعني ما ده
يعني قرص بتاع 30 سنة. هذا القرص هو ما أنبت الدولة العميقة اللي أنت شايفة مظاهرها وتجلياتها في أكثر من موقع وأكثر من حتة وأكثر من قانون وأكثر من ممارسة وأكثر من فعل وأكثر من سوق وأكثر من جشع وأكثر من فساد كده. يعني الدولة العميقة موجودة في المفاصل دي كلها. وبالتالي يعني افتكر انه التحدي امام الحكومه الانتقاليه كبير جدا، التحدي امام قوى الحريه والتغيير كبير، ولكن افتكر انه كل المجموعات دي هي قدر التحدي واكبر حتى من التحدي، وتستطيع ان نهزم كل المتاريس ونستطيع ان نقفز على الواقع ده كله ونحقق لشعبنا امال وطموحات منشوده. اتهامات تطالكم بانه اي فشل تنسبينه للدوله العميقه. هو في الحقيقة يعني مش أي فشل احنا ننسبه، هو ده الواقع، يعني مش هروب من المسؤولية ولا عجز ولا عدم القدرة في التعاطي مع الحياة، لكن حقيقة يعني الدولة العميقة هي موجودة وشغالة برجلينا وإيدينا عشان تهزم الثورة وتحصل ردة تعود بها مرة أخرى لمقاعد السلطة وكده. فأنا أفتكر إنه هي موجودة مع الناس، يعني المتابعين الوضع ده بشكل لصيق يدركوا ان الدولة العميقة موجودة في كل مفاصل الدولة، وبالتالي ما قاعدين ساكت، يعني شغالين شغالين عشان يحدثوا اضطرابات، عشان يحدثوا فوضى، عشان يحدثوا اضطرابات أمنية، عشان يهزوا الثقة في المسار كله، عشان يستدعوا الأشواق القديمة قياسا بما يجري على الأرض وهكذا. يعني افتكر انه تمصورات على الدولة العميقة كثيرة جدا ومشهودة وحقيقية، يعني مش احنا مش قاعدين نهرب للدولة العميقة عشان نبرر بها الإخفاق هنا هناك، لا، جزء من الإخفاق ده كبير جدا هي الدولة العميقة. لكن احنا قاعدين نقول برضو يعني صحيح انه احنا أشواقنا كبيرة، لكن لا نزال نعمل ببطء، يعني محتاجين لقوة دفع اكبر بدو عدم تناسق مع التحديات، بدو عدم تنسيق مع بعضكم البعض. والله هناك خلافات تعاني منها قيادات الحرية والتغيير. أنا ما بتصور هو ما في خلاف بالمعنى الحقيقي. المجلس المركزي ده الآن لغة الحرية والتغيير مكون من عدة كتل، ومن هذه الكتل مختارة 23 شخص هم المعبرين عن هذه الكتل. استطيع أن أقول لك بكل اطمئنان إنه 23 شخص ديل قاعدين يعملوا بتناغم كام، بتنسيق تام، ما في زول حردان، ما في زول زعلان وسطهم، ما في زول قاعد يعني داخل الاجتماعات يخلق أزمات ولا يدعو لفرقة أو التقسيم أو الآن في خلاف يهدد وحدة والحرية والتغيير، لا، أنا أفتكر أن الكلام ده كله ما موجود. وكذلك الكتل صحيح أنه في بعض الأصوات ترتفع هنا وهناك بيتكلم عن تصحيح، بيتكلم عن خطوات لابد منها، لكن بفتكر أنه ما في خلاف بمعنى الخلاف اللي ممكن يفتت عضد والحريه والتغيير او يسهب بريحه وكده، لا، انا افتكر ان الكلام ده ما موجود. لكن صح احنا الان شغالين بمجلس سياده بحته، وشغالين مجلس وزراء، وشغالين والحريه والتغيير، شغالين بالجهاز التنفيذي، والمجلس السياده نفسه الان برضو عنده دور تنفيذي وعنده دور سيادي شغال فيه، ويمكن التشابكات دي نفسها والاكثر من مركز لإدارة البلد الان ده جزء من الاضطراب في المشهد، واللي هو داير معالجات ودار درجه من التنسيق اكبر واعمق، ودائره يعني حتى اليه الاتصال تربط الاطراف الثلاثه كلها مع بعض بشكل دائم ومستمر ومتناغم عشان نقدر ننجز ونقدر نحقق زي ما قلت لك قبيل مقاصد الثوره الكليه والاهداف اللي احنا اصلا طلعنا ليها من ديسمبر وحتى اليوم. صاحبه التعيينات الاخيره في قياده الخدمه المدنيه اتهامات بالمحسوبيه وشبهات تمكين. يعني الزول الراصد حتى لحجم الوظائف وعددها اللي تم التسكين فيها حتى الان هيلقى عدد محدود جدا. ما تجاوزت وكلاء الوزارات وبعض المدراء مواقع كثيرة جدا الآن شاغر في الخدمة المدنية في يد لجنة الترشيحات، بتبحث لها عن وضع المعايير اللازمة، بتبحث عن
لجنة اختيار برضها محايدة ومستغلة وملتزمة عشان تقود عملية التوظيف والتسكين في الوظائف المختلفة. بالتالي يعني وظائف محدودة جدا الآن في بعض المواقع الأساسية والمفاصل الأساسية هي تم ملأها، ولمدى بعيد الناس برضو راعت فيها الكفاءة، معيار الكفاءة والاستغلالية بعيدا عن الأحزاب بعيدا عن أي حاجة. مع العلم يعني أنا شايف برضو في حاجة أساسية احنا برضو لازم نتكلم عنها، في كلام دائما عن المحاصصة واختزالها وتشويه الصور، الكلام بتاع المحاصصة يعني كده حكاية المحاصصة دي قاعدة تذكرني زي الهبوط الناعم اللي برضو الناس لاكته فترة طويلة من الزمن وقعدت ترسل بيه رسائل سالبة في بعض الاجتهادات. كذلك الآن مسألة المحاصصة، وفي تصوير برضو انه والله الاحزاب السياسيه دي لما تتكلم عن الاحزاب ولا السياسيين وكانهم برضهم يعني ما كفاءات، كانه الكفاءه نقيض السياسي او السياسي نقيض الكفاءه. نفس الكلام دي كلها برضها حاجات برضه دايره معالجه ودايره وقفه فيها، والتصوير بالطريقه دي بتقدر تصوير سالب ومقصود لذاته، مقصود انك تخصي الاحزاب السياسيه من المشهد العام كله من الخدمة المدنية. من السياسة برضه من حقه يعني، ما هو انت نحن لما نتكلم عن ما في تمييز، حتى تمييز حتى على السياسة انت لو دار تميز الان تقول والله السياسي ده يبعد، ما هو التمييز ده برضه شكل من اشكال التمييز ضد السياسيين، والسياسيين هم اللي برضه كان عندهم برضه الدور الكبير في المشهد السياسي وفي التغيير وفي الثورة من وقت بدري جدا، هم اللي اجتهدوا يعملوا المواثيق وهم صارعوا النظام وهم دخلوا السجون والمعتقلات وهم شردوا من وظائفهم وهم الهاجروا وهم طلعتهم المحيطات، هم ديل السياسيين يعني. بالتالي الآن خلق مسافة ما بين السياسيين وقوى الحرية ولجان المقاومة ومجلس الوزراء والسيادي والكفاءات، ده كله مقصود لذاته. وفكر احنا يعني محتاجين برضو ننشر الوعي الكافي أن يجسر المسافة ما بين السياسي وهذه الكيانات المختلفة، والمسافة حتى ما بين السياسي والكفاءة. افتكر انه اصلا السياسي ده برضو اصلا برضو هو جاي للسياسة دي ما جاي عاطل عن المواهب ولا جاي عاطل عن الشهادات ولا جاي عاطل عن القدرات كده، لا هو جاي هو متمتع بهذه القدرات كلها، بالشهادة بالكفاءة بالخبرة بالتجربة بالوعي السياسي اللي خلاه يدرك ما المطلوب لبلده لوطنه كده. بالتالي خلينا دائما نتجاوز مفهوم المحاصصة واختزالة بالطريقة الآن بتتم تناولها من بعض المجموعات اللي عندها أغراض وأجندات وكده. حتى القيادي محمد عصمت اتهم اللجنة بالمحسوبية وأشار إلى قيادي بعينه. والله انا استمعت طبعا للاخ محمد عصمت، محمد عصمت برضه من الكوادر الاتحاديه والسياسيه اللي كان برضه اسهامه في الثوره وفي النضال ضد النظام السابق وكده. و احنا كحريه وتغيير اللي هو المجلس المركزي القيادي قاعد تجينا حصيله الترشيحات اللي كان محمد عصمت واحد من لجنه الترشيحات او اعضاء لجنه الترشيحات وكده. ف يعني ما جاء هو اتكلم عن انه والله في زول قيادي دارين يشيلوه عشان يجيبوا زوجته، انا ما اعرف نعم. الكلام ده انا ما اعرف، انا ما داير ازاله امين عام لتعيين زوجته. انا شخصيا ما عندي معلومه عن الكلام ده، وما اعرف ليه محمد عصمت كان غاضب من داخل الترشيحات وليه غادره، برضه ما عندي حيثيات كامله. يعني انا واحد من الناس زي ما الناس قرت في الوسائل كلها، قريت الخبر بتاعه وقريت الكلام بتاعه، لكن برضه ما استوثقت الى اي درجه هو الكلام ده فيه مصداقيه او ما فيه مصداقيه. لكن افتكر انه محمد عصمت من الناس المحترمين جدا ومن الناس اللي عندهم يعني دور طلع بمهام كثيره في المسار بتاع التغيير ده كله كده. استاذ ابراهيم، العاصمه تعاني من انفلات امني، ربما قبل ساعات صدر قرار احفاء مدير الشرطه. نعم، ده برضه واقع. انا افتكر انه الان في خلل امني كبير جدا، تمصهراته كثيره بدءا من الاحداث بتاع برسودان الاولى، الصراع الاول ما بين البني عامر والنوبه، ثم الصراع اللاحق بسبب الزياره،
بتاعت الاخ اللي من داود للمنطقه دي وما لازم برضه من اضطرابات ونزاعات. ثم الاحداث الاخيره هسه برضه حتى في بورسودان والمستجدات التي طرأت برضه على منطقه الجنينه من حدث صغير جدا بين الشخصين اختلفوا في مساله ذاتيه وشخصيه جدا ترتقي لاحتراب يموت بسببه اكثر من 40 شخص. انا افتكر انه ده كله تراخي يعني لو كانت الاجهزه الامنيه دي حاضره ومتوفره في الزمان والمكان المحددين افتكر انه كان يمكن محاصره النزاعات دي كلها وقتلها او وأدها في مهدها. لكن التراخي الامني هو سبب المساله دي. انا شايف انه جهاز الامن قاعد يتعلل مرات كثيره جدا يقول لك ما هو دي المدنيين انتم كنتوا دارينا ما دي. لماذا هذا التراخي؟ لماذا هذا التراخي من وجهه نظرك؟ ما انا كنت ماشي لك في بقول لك مثلا جهاز الامن قاعد يقول والله انتم ما قلتوا لنا اكتفوا بجمع المعلومات وبالتالي احنا قاعدين في كاتبنا ونجمع المعلومات وكانه الناس صادروا منهم حق الرغابه وضبط الامن وكذا. انا افتكر انه ده ما الكلام هو يعني انا بفتكر انه طول الوقت انه جهاز الامن ده كان ذراع طويل جدا للسلطه وبسبب كده مارس صلاحيات كثيره جدا ما كانت من اختصاصه وتعديات كثيره جدا من اختصاصه. هو ذاته كان دوله داخل الدوله. والان يعني الناس لما تكلمت عن الدور بتاع الجهاز المستقبلي ما افتكر عشان يقول له والله يا اخي انت خلاص بس تقعد كده في البيت ولا في المكتب وبس تكتب تقارير وتقول والله حاصل وحاصل وحاصل. انا افتكر انه ستيل الدور بتاع الجهاز هو برضه حفظ الامن ونستطيع ان نقول انه احنا محتاجين يعني حتى لو الجهاز نفسه الان انا بفتكر انه هو داري يطلع بدوره المرسوم له بالوثيقه الدستوريه وكذا نشوف مساله الامن الداخلي كانت تابعه له طوالي الان نلحقه بالشرطه. افتكر انه الشرطه برضه فيها معالجات كثيره لابد انها تحصل لابد انه الشرطة برضه تتحمل مسؤوليتها كاملة الآن من الشارع للضبط المتفلتين النيكروس التفلتات الأمنية اللي قاعدة تحصل في المناطق المختلفة ضبط الشارع نفسه النظام العام مش النظام العام بالمفهوم اللي كان موجود في رسائل الناس كلهم هو التعدي على النساء وجرجرتهم للمحاكم وجلدهم وكده. لا انا مفكر ده ما النظام العام. النظام العام ده اللي هو ضبط الشارع ده نفسه انك كيف انت تكون الشرطي حاضر في الشارع مظاهر الامن موجوده في الشارع يعني المواطن طول الوقت حاسس انه في امن وامان حوله ما في جهه بتيجي نازله بالليل ولا تتسور الداخليات ولا الاسوار وتعتلي البيوت وتقفز وتهدد وتنهب وتسري وتهدد الناس بالسواطير. المظاهر دي كلها ما بتكون الا لما المجرم المحدد ده يحس انه القبضة الامنية ضعيفة جدا بالتالي المجرمين بينتشروا في الشوارع وعملية النهب والسلب بتنتشر يعني الاختطاف بتاع الموبايلات الراهن ممكن يبقى اختطاف ارواح بعد شوية واموال ضخمة وممكن يكون تعديات على البنوك وتعديات على المتاجر وكده. وقبل ما تحصل المسألة دي انا فاكر انه بالضرورة الأجهزة الأمنية دي تتحمل المسؤولية بتاعتها وبالضرورة التبعية بتاعت الأجهزة دي تبقى واضحة جدا برضو مسؤولية مجلس الوزراء بشكل واضح ومحدد ما دام الوزير ده هو وزير داخلية خاضع للمجلس الوزراء لابد انه الجهاز التحت ده كله يخضع امامه. انا ما اقدر افهم والله في وزير هو في مجلس الوزراء ثم مسؤوليته تبقى تحت يد مجلس السيادة ولا أجهزة أمنية أخرى وكده. أنا أفتكر ده وضع ذاته معيب والثنائية دي نفسها الثنائية دي في إدارة الأجهزة دي ذاتها برضه ضارة جدا بالبلد. لابد إنه الأجهزة دي كلها جهاز الأمن والشرطة تتبع بشكل مباشر جدا لمجلس الوزراء والإدارة والمسؤولية كلها تبقى خاضعة لمجلس الوزراء ونفك الاشتباك الحاصل الآن في إدارة الأجهزة الأمنية المختلفة. أفتكر إنه نحن محتاجين ندفع بالمزيد من الشباب الآن في الأجهزة دي محتاجين لمعالجات كثير داخل الأجهزة محتاجين لإعادة هيكلتها بما يمكنها ويؤهلها إنها تبقى برضو على قدر المسؤولية محتاجين لإعادة النظر حتى في عقيدتها اللي كانت شغالة بها اللي كانت أجهزة موالية للنظام أكثر منها أجهزة يعني كانت في خدمة البلد مجموعات كبيرة جدا. هي أفتكر إنها كانت مهمتها الأساسية تحمي النظام وتوقيه يعني بشكله الكام موجود رغم الرفض الكبير جدا من الشارع العام كله. لكن المهم الأجهزة دي لعبت
الادوار دي. انا افتكر انه في كلام كثير برضه والله، يعني في كلام من الشارع السالب تجاه الشرطه. انا افتكر انه الشارع نفسه برضه احنا مطالبين برضه نشيع الوعي وسطه، بالذات وسط الشباب. احنا ما لسنا يعني، ما في سبب يخلينا نستعدي الشرطه والشعارات اللي قاعده تتردد دي. افتكر احنا ذاتنا الان عبرنا منها، محتاجين الشرطه نفسها نتعامل معاها بشكل ايجابي بشراكه حقيقيه. افتكر انه العلاقه دي لو ما استوت يعني بشكل سليم ما بين الشرطه والمواطن السوداني، بيبقى التباعد ده، بيبقى الشرطي الان عنده موقف سالب جدا، قاعد يتفرج على الاحداث يقول لك ما دي المدنيه اللي انتوا كنتوا دايرينها. افتكر انه العلاقه دي الان لابد برضه من اصلاحها ما بين المواطن، ما بين الشباب، ما بين لجان المقاومه، ما بين قول الحريه والتغيير، جهاز الامن كله. افتكر احنا الان يعني ما في خلط ذاته في اسان الناس. احنا ما بقينا معارضه، احنا الان رجال دوله وحاكمين ودايرين الاجهزه دول كلها تتناغم ونعمل مع بعض. ما في يعني احنا ما ضد الشرطه، احنا ما ضد جهاز الامن، دي كلها اجهزه احنا دايرين نتناغم ونتماهى ونشتغل معاها بروح الشراكه وتعزيز العلاقات بيناتنا وكده. وبالتالي برضو دي رساله برضه مهمه جدا في سبيل اصلاح الاجهزه الامنيه. لابد من اعاده النظر حتى في المواقف بتاعت الشباب تجاه الحكايه بوليس جرو وما بعرف الشعارات اللي الشفافه جو بوليس جرا، الكلام ده كله احنا محتاجين الان برضو نعيد فيه النظر بشكل عميق ومتساوي من خلال الاعلام، من خلال الثقافه، من خلال نشر الوعي، من خلال الندوات، من خلال التبصير، من خلال يعني حتى الحريه والتغيير نفسها هي كنموذج او قياده الان للشارع السياسي. هي ذاتها يعني مطلوب منها اول حاجه تلتقي بجهاز الامن، تلتقي تحدد لهم مطلوبات ايه، تلتقي باداره الشرطه، تلتقي بكل الاجهزه الامنيه، بالجيش، بغيره بغيره. افتكر دي اول حاجه اللي هي دي بتسلك القنوات اللازمه ما بين الحريه والتغيير، وبترسل رسائل للشارع السياسي اللي في هذه قيادته، اللي هو زي ما قلنا احنا الان دايرين نقول احنا الان حاكمين، والبستيم ده كله مسؤوليتنا بكل ما فيه من امر معيب ولا سليم. في النهايه بنتحمل مسؤوليته احنا بشكل مباشر، والناس المواطن الان في الشارع العام ده بلاقيك بوقف عربيته بفتح قزازه بقول لك انتوا وانتوا وانتوا وانتوا. في النهايه بقت دي مسؤوليتنا احنا المباشره وكده، ومهمتنا انه الان نديرها بالشكل الامثل والاوفق اللي يخلينا كلنا نشتغل متناغمين وشركاء ولسنا اعداء. اشكرك جزيلا الاستاذه ابراهيم الشيخ الغيادي بقوى اعلان الحريه والتغيير والناطق الرسمي للمجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر قناه الشروق في لقاء خاص. مشاهدينا الى لقاء خاص اخر. شكرا.